اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاحبه اينما كنتم، ارحب بكم واجمل الترحيب، واتمنى لكم صياما مقبولا وافطارا شهيا. اليوم احنا بتفصيله مهمه وفي جوله مهمه من برنامج مع السفير. مع السفير راح نتواجد بكل مكان في كل سفاره، وراح نتواجد مع السفراء ونتحدث معاهم بكل تفاصيل اللي موجوده عن عملهم، عن يومياتهم، وعن اكلاتهم، وعن طقوسهم، وعن العادات والتقاليد في داخل السفارة. احنا الآن في داخل احدى السفارات في وسط بغداد، وتحديدا السفارة اللبنانية في قلب العاصمة بغداد. راح نتحدث مع السيد السفير ونتحدث بتفاصيل جميلة جدا وعن لبنان وماذا يدور في لبنان بشكل او باخر. تعالوا وياي، خلينا نرحب بالسفير وندخل الى داخل السفارة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم، حياك الله. اهلا وسهلا بك، حياكم الله. رمضان كريم مبارك عليك، شرفتنا في السفاره اللبنانيه، وعليكم ان شاء الله وعلى الشعب العراقي اجمع. حياكم الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سعاده السفير، احنا جدا ممنونين من دعوتك وايضا قبول دعوتك، وبالتالي لازم نتحدث اليوم بانه احنا مو فقط في بغداد، احنا اليوم في لبنان، نتحدث بشكل عام عن بيروت الحبيبه، عن لبنان بشكل عام، وعن مواطنين الأحبة وعاداتهم وتقاليدهم وكل التفاصيل الثقافية والاجتماعية. أهلا وسهلا بكم. السفارة طبعا هي بيت التواصل بين لبنان والعراق، وللعراق محبة كبيرة في قلوب اللبنانيين، كما للعراقيين يعني دائما الحنين والمحبة تجاه لبنان وشعبه. وحاولنا عند قدومكم نعطيكم مثل هيك مصور يعني يمثل حنين العراقي نحو بعض المواقع الأثرية والتاريخية والطبيعية في لبنان. جيد. يعني سنترافق في جولة سريعة بداية هذا اللقاء، وبعدين نحن في خدمتكم. حياك. احنا بما انه معرض الصور، نعم، اختيارك لمعرض الصور بشكل او باخر عن مناطقي، عن مناخ، عن ثقافة، أو عن تاريخ، اختياركم للصور. نعم، المواقع في لبنان كما تعلمون هي مواقع تتميز أولا بقرب الساحل اللبناني من الجبل، والتنوع الطبيعي ضمن مساحة جغرافية لا تزيد عن 10,000 كيلومتر مربع. هذا التنوع يعني حاولنا استعراض البعض منه في هذه الصور، يعني هو كثير، ولكن ضمن المساحات المتوفرة. يعني لدينا هذا الموقع الأثري الطبيعي التاريخي المعروف ببلوعة بلعة، وهي نتوء صخري حفرته الطبيعة ونوع من شلالات المياه. مواقع طبيعية أخرى ما تساعد ما بعيون السمك في شمال لبنان في محافظة عكار. طبعا صور الربيع، نحن الآن في وما أجملها بيروت، يعني في لبنان في فصل الربيع، موقع جميل للزهور. طبعا الزهور اللي نحن بنسميها يعني التي تنبت بطبيعتها الخاصة، معروف شقائق النعمان وهذه الأزهار التي تتواجد في معظم المناطق اللبنانية في هذا الفصل. الزيتون اللبناني معروف قدمه، تاريخه، تجذره في الأرض. هذه يعني صورة عن الزيتون التي قد تزيد عمرها عن 100 سنة. أوف. واضح من الجذور والأساس. وتراها في أكثر من منطقة وفي أكثر من موقع في لبنان. لدينا طبعا بعض البلدات التاريخية، هذه مصور لبلدة جبيل أو مدينة جبيل بما فيها من مطل بحري ومن منطقة جبلية رائعة. شلالات جزين، يعني هذه المدينة المعروفة بطبيعتها الجغرافية المميزة، ومن أمامها يعني للزائر يمكنه مشاهدة ما يعرف بالبساط الأخضر، زراعة أشجار الصنوبر. طيب. في لبنان الأرز. نعم. سعادة السفير، قبل ما ننتقل إلى اللوحة الأخرى، معلومة أنه هذه المدينة هي مدينة حضرتك مع. نعم، أستاذ أنا من هذه المنطقة ومن هذا من هذه المنطقة. نعم. تاريخيا نتحدث عن هذه المنطقة لأنه جذورها متشعبة وجذورها واضحة جدا.
لذلك انه نتحدث عنها عن تراث، نتحدث عنها عن تاريخ مثلا. جزين معروفه اولا بكنائسها القديمه، بتاريخ هذه المدينه وما تمثله من موقع تلاقي. تلاقي نقطه تلاقي بين البقاع الغربي خلف هذه المنطقه سهل البقاع وما فيه من جماليه، وموقع جبل لبنان محافظه جبل لبنان ومدخل محافظه جنوب لبنان. ما تتميز به هذه المدينة هي صناعات تعرف بالصناعات الجزينية. الصناعات الجزينية هي صناعات يدوية، يعني صناعة الملاعق والشوك والسكاكين والخناجر والسيوف، المطعم بنوع من العظم أو العاج أو غيرها بالنحاس وبعض الصناعات المميزة. وأهمية هذه المدينة أيضا أن لها تاريخ كبير في التواصل قديما في القرن الرابع عشر والثالث عشر مع العراق ومع المحيط، بأن كان فيها مدارس دينية قديمة كانت تتواصل مع المحيط وبالأخص مع مدرسة الحلة في العراق. ارتباط هذه المدينة ارتباط ثقافي، ارتباط تعليمي علمي، نعم، مع العراق، نعم، هذا اللي تريد توصل، نعم، حضرتك. نعم. طيب، وبرز منها العديد من الشخصيات العالمية. معروف مثلا بأن كارلوس سليم أحد رواد طبعا مثل رجال الأعمال اللي الذين يعملون في مجال الاي تي، هو لبناني، هو مكسيكي من أصل لبناني، وهو معروف أنه من هذه البلدة، يعني من هذه البلدة هناك رواد عالميين معروفين، هو أحد طبعا معروف يعني ضمن الكبار أثرياء العالم، وقد زار لبنان من حوالي 5 سنوات وكان له زيارة لمسقط رأسه الجزين. جيد، الآن ننتقل إلى اللوحات الأخرى اللي موجودة على يميننا. يعني هذه اللوحات طبعا نبدأها مع بعلبك. بعلبك المعروفة بالمعبد الروماني القديم 3000 سنة قبل المسيح، ولا زال هذا ينبض بالحياة. مهرجانات بعلبك السنوية تدعو دائما الزوار العراقيين ومن مختلف دول العالم للمشاركة في مهرجاناتها والحضور فيها. أغاني العراق طبعا يعني لا يفوتنا ذكر بعض المغنيين أو الفنانين العراقيين الذين صدحت أصواتهم في هذه القلعة المتواجدة في منطقة بعلبك، في بلدة بعلبك وفي شمال سهل البقاع إلى الشرق من لبنان. الأجواء الصحية الحالية اللي يمر بها العالم كأجمع أعتقد أنه سببت مشكلة لهذه المهرجانات. نعم. الآن المهرجانات في بيروت أو في لبنان بشكل عام تقام هذه المهرجانات أم توقفت؟ يعني المؤسف أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على الحركة السياحية في مختلف دول العالم وكما في لبنان. المهرجانات هذه حقيقة توقفت يعني بحضور فينا نقول جماهيري، تحولت إلى مهرجانات. يعني العام الماضي أجري نوع من المهرجان الفكري الثقافي الموسيقي. طيب. مع الأضواء مع أضواء بثت عبر القنوات الفضائية اللبنانية وعبر شاشات المواقع التواصل الاجتماعي. سعادة السفير حتكون قريب من اللوحات. نعم. حتى حضرتك. نعم. هذا الجانب أيضا اللوحات موقع وسط بيروت ساحة النجمة معروف، يعني هذا الوسط التجاري الذي أعيد بناءه بعد العام 90، ورشة إعادة بناء الوسط التجاري في بيروت أمام ساحة النجمة، ساحة البرلمان اللبناني والأسواق التجارية. وطبعا هذه المنطقة بالأخص في فترة الصيف تزخر بالحياة، نأمل أن تكون الجائحة قد وصلت إلى خواتمها، جائحة كورونا، وتعود الحياة إلى طبيعتها إن شاء الله في مختلف المناطق السياحية ولا سيما في الوسط التجاري. من المواقع التاريخية الأثرية أيضا قلعة صيدا، قلعة صيدا البحرية، يعني هذه المنطقة المقابلة للأسواق القديمة في مدينة صيدا، يعني اللي يتجول أعتقد في أسواق أربيل القديمة بقلعتها المجاورة يعني يحن إلى هذه المنطقة وما تتميز به. ولكن هذه ميزتها أنها في وسط المياه في البحر، يعني تعبرها بواسطة جسر للوصول إلى هذا الأثر. هي قلعة صليبية قديمة أعاد بناءها الأيوبيين، والبعض يقول أن تاريخها القديم يعني أساسها وبنيتها تعود للعام 1000 سنة قبل المسيح، والبعض الآخر ينسبها إلى الفينيقيين في يعني فينا نقول
3000 سنة قبل المسيح. فعلا انا نعم. اللي مطلع عليه تقريبا من 2500 سنة قبل المسيح. سنة قبل المسيح. قبل المسيح. لذلك انه نعم. الاغريقيين والمصريين وبعض التعددية اللي موجودة في نعم. لبنان انطت دعم وانطت صورة واضحة للعالم بانه السلام والعيش الكريم نعم. بطريقة أو بأخرى تقبل الآخر نعم. وهذا اللي نطمح له جميعا نعم. الصورة الأكيد يعني موقع معروف قلعة الروشي في بيروت هي موقع كمان من المواقع اللي يعني ما في عراقي يمكن أو زائر يزور لبنان ولا يعرف صخرة الروشي ولا يلتقط الصورة طبيعتها الخاصة في وسط المياه وهذا النطوء الصخري يعني الذي يجذب الأنظار وبالأخص فترة غياب الشمس يعني الصورة هذه مأخوذة على طبيعتها وليس فترة الغياب ولكن مشهد غروب الشمس عند صخرة الروشي لا يضاهيه جلسة في أي موقع آخر من العالم موقع جبلي ثلج في لبنان يعني نحن وأنت قد تكون الآن تمارس رياضة السباحة أو الاستمتاع بالشاطئ يمكنها في نفس الوقت ملاحظة وجود ثلوج يعني على مرأى العين من بيروت وبالطبع يمكنك في هذا الوقت التمتع بالتزلج زيارة مواقع التزلج في لبنان هي يعني من ضمن الرياضات المعروفة في الشرق الأوسط وفي لبنان تجذب من يعني سياح من مختلف دول العالم طبعا مواقع تراثية تاريخية خان الأفرنج في صيدا بخصوصيتها الخان تعرف هو الفندق الذي يأوي في التاريخ القديم القوافل التجارية وما معهم من وسائل النقل التي كانت معتمدة الخيل يعني كان في مواقع للخيل استضافة في الطابق السفلي وفي الطابق العلوي تجد المواقع مواقع الاستراحة للتجار معروف يعني صيدا وبيروت كانت من ضمن خط الحرير القديم في التواصل التجاري بين شرق آسيا وبين الآن شرق البحر المتوسط موجود بهذه الصورة لا زال بهذه الصورة أعيد ترميمه تنظيمه ويشهد دائما معارض وحركات ونشاطات ثقافية دائمة وأعتقد هو من اللائحة من ما ضمن المواقع التي أدرجت على لائحة التراث الثقافي العالمي وتهتم به مختلف المنظمات الدولية هذه صورة من البترون بحر البترون طبعا لا ننسى أرز لبنان يعني اخترنا لكم صورة من أرز لبنان في فصل الصيف غروب الشمس والشفق هذا كما تراه في من مناطق غابات الأرز هي مناطق محمية طبيعية يعني يمكن للزائر الاستمتاع بهوائها بهذه الطاقة الإيجابية التي تستمدها الأرز بعد الأرز مثلا عمره بحدود 1000 سنة ويزيد يعني معروف عندنا 4 أو 5 محميات ندعو طبعا العراقيين لممارسة نشاط الرياضة والهايكينج والرياضة الجبلية عبر زيارة هذه المواقع الأرز في الثلج طبعا هي ميزة يعني زيارة منطقة جبال الأرز في فترة الشتاء تكسوها الثلوج هي طبيعة كمان لا يضاهيها أي جمالية أو إحساس بحس الطبيعة في هذه الفترة جيد احنا تحدثنا بشكل عام عن اللوحات اللي موجودة وعن تفاصيلها وعن نعم. الأماكن اللي التقطت هذه الصور بشكل أو بآخر الآن نتحدث عن أمور ممكن تكون هي الأمور الجيدة ممكن الأمور اللي يترقبها كل مواطن انه هي عن العادات والتقاليد اللي موجودة السائدة بين البلدين وشنو أوجه التقارب اللي موجود في الشعبين طيب بهذه الفقرة أكيد راح نسولف بتفاصيل أخرى لكن مو بهذا المكان في مكان آخر تفضل سعد السفير تفضل أهلا وسهلا مرحبا بكم مرحبا مجددا احنا طبعا راح نتعبك اليوم ويانا صور في تباعد امكانيه ازاله الكمامه جائز جائز جدا احنا هذا الكمامه لازم هي لابد انه تكون يعني تكون مهمه وتكون ايضا مواطنينا الاحبه اللي لازم نحافظ على صحتنا جميعا احنا بهذه الفقره طبعا انتقلنا من معرض الصور وتحدثنا بشكل عام عن معرض الصور واهميته عن وضعه العام
الآن نتحدث عن أمور ممكن تكون هي قريبة لمواطنينا الأحبة، ألا وهي أنه يعني الطرق التعليمية اللي موجودة السائدة في لبنان، عن طرق المؤسسات الحكومية وعملها، طرق التجارة العامة نقدر نتحدث بها بشكل أو بآخر. نتحدث عن التعليم، التعليم اللي موجود، يقال أنه أكثر من لغة تدرس أثناء الابتدائية وبعدها يكون تطوير للسنوات المقبلة. نعم، يعني كما تعلمون لبنان معروف أنه في جناحيه المقيم والمغترب، يعني لا يمكن تحليل أي وضع أو أي قطاع من القطاعات العاملة في لبنان دون اعتماد الجناحين، جناح لبناني مقيم في الخارج وجناح لبناني مقيم في داخل لبنان. وهذا ما يفترض تطوير أنظمة التعليم بما يتلائم مع المنهجيات التربوية الموجودة في مختلف دول العالم. فمن هنا يعني تعرف لبنان كان جزء من مجموعة الدول الفرنكوفونية، اللغة الفرنسية هي لغة معتمدة في معظم المدارس اللبنانية وفي المنهجيات التربوية اللبنانية، إضافة إلى اللغة الإنجليزية التي أصبحت لغة عالمية موجودة في مختلف دول العالم. ولبنان طبعا جزء من منظومة مجموعة الدول العربية، فاللغة العربية هي اللغة الرسمية في لبنان ولغة التخاطب، وإن كان يعني معروف في لبنان أن يعني استعمال المفردات باللغات الفرنسية والإنجليزية وحتى يمكن الكردية أو التركية القديمة أو الفارسية أو غيرها متوفر وموجود في اللغة العامية اللبنانية ومصطلحاتها المستعملة بما فيها اللهجات العراقية الخاصة. طبعا هذا ناتج عن التفاعل الثقافي اللبناني مع مختلف الثقافات في دول المنطقة. في لبنان يعني القطاع التعليمي معظمه قطاع خاص، والدولة أجازت هذه المسألة، يعني بدأ من الأرساليات الأجنبية التي دخلت لبنان في مطلع القرن الماضي وبدأت تتوسع وتتطور وتتواجد هذه الأرساليات الأجنبية القادمة من فرنسا ومن إيطاليا ومن إسبانيا ومن غيرها من الدول، وجدت مكانها الرحب في لبنان. وأعتقد أن يعني هذا الأمر أوجد تطور بشكل إيجابي كبير في مستوى التعليم وفي مستوى التعاطي مع اللغات في مجتمعاتنا اللبنانية. التعليم في المراحل الابتدائية ومرحلة التعليم الأساسي انتقلت أيضا للتعليم على المستوى الثانوي وأيضا الجامعي. التعليم الجامعي في لبنان يعني وجود لتعاون وتوأمة بين الجامعات اللبنانية والجامعات في مختلف دول العالم، يعني قد تجد يعني مصغر ما هو يعني ما هو متعارف عليه من جامعات في اوروبا، من جامعات فرنسيه او المانيه او انجليزيه الى الجامعات الامريكيه في امريكا الشماليه موجود في لبنان. طبعا اللغه الاسبانيه ايضا والنظام التعليم الاسباني معروف في لبنان نتيجه وجود جاليات في امريكا اللاتينيه، وانا يعني من تجربتي التجربه الدبلوماسية في حياتي الدبلوماسية عملت في كولومبيا وعلمت مقدار الحضور اللبناني التاريخي في أمريكا الجنوبية. هذا التفاعل القائم مع اللغة الإسبانية ومع الثقافة الإسبانية أيضا موجود في لبنان، وأصبحت اللغة الإسبانية تدرس كلغة إضافية إلى جانب الفرنسية والإنجليزية واللغة الأساس التي هي اللغة العربية. جيد، أكو تعاون علمي بين البلدين بين لبنان والعراق، يعني أكو عندنا طلاب أو طلبة الآن يكملون دراستهم على مستوى الدكتوراه مثلا أو ماجستير. تعلمون يعني بغداد كانت مقصد للبناني في يعني قبل الحروب والأزمات التي شهدتها المنطقة في الدراسة في جامعتها المعروفة جامعة بغداد، كما لبنان كان أيضا مقصدا للعديد من طلاب العلم العراقيين، الجامعة اللبنانية، الجامعات المنهج التربوي الأمريكي، الجامعة اليسوعية والمنهج التربوي الفرنسي الأوروبي. وبالتالي هذا الأمر تطور في هذه الأيام، هناك حركة
قوية بالأخص في موضوع دراسات التخصص وما فوق الجامعي، يعني دراسات المعمقة، شهادات الماجستير والدكتوراه. نشهد حضور فاعل للطلاب العراقيين في الجامعات اللبنانية المختلفة، جيد، بين الجامعة الوطنية الجامعة اللبنانية وبين جامعات القطاع الخاص، وهذا دليل فعلي على ثقة الطالب العراقي بمستوى التعليم في لبنان، وبالتالي هي فرصة خاصة الآن يعني في هذه الفترة التي يعني نشط تطوير للعلاقات على مختلف المستويات بين لبنان والعراق، وهذه المساحة من الحرية ومن الديمقراطية التي يعيشها العراق تفسح في المجال أمام الطالب العراقي ليتفاعل مع الحالة اللبنانية ويستفيد أيضا من تجربة العيش مع الطالب اللبناني والتفاعل أكثر وأكثر، برغم من أن العلاقة بين لبنان والعراق الحمد لله لم تنقطع في أي فرصة، وكان التواصل قائما على مدى العقود القرن الماضي وما قبله. جيد، خلينا ناخذك بموضوع المواطن. اليوم المواطن الدخل العام اللي موجود للمواطن بالنسبة للمواطن المتوسط الحال تقريبا ايش قد المواطن اللبناني انه يعيش حياة طبيعية جيدة نسبة ما تأهل انه يكون طبيعي الامر طبيعية امامه، ايش قد تقريبا يحتاج له من اموال شهريا، قدرة شرائية للمواطن؟ يعني تعرف الآن نحن نتكلم يعني ممكن الإشارة إلى هذا الموضوع قبل جائحة كورونا والأزمة المالية والاقتصادية وما حصل في من انفجار يعني دراماتيكي في مرفأ بيروت. لبنان كان متوسط الدخل فيه قبل طبعا أزمة كورونا يصل لحدود 500 إلى 600 دولار حد الأدنى للأجر، يعني متوسط الدخل كان يتراوح بين 500 والألف دولار شهريا، وهو يعني مبلغ يمكن القول بأنه كان كافيا للعيش في عيشة متوسطة مقبولة مع وجود دعم حكومي طبعا لبعض القطاعات، قطاع النقل، الطبابة والصحة، التعليم الحكومي متوفر أيضا. أزمة كورونا طبعا لبنان يشكل أحد موارده الأساسية، يعني السياحة والخدمات، الأزمة السورية وما تركته أيضا من آثار، ووجود للإخوة السوريين كلاجئين في لبنان بصورة قصرية، الإخوة الفلسطينيين الموجودين في داخل لبنان ما يزيد عن 500 ألف لاجئ من الأخوة الفلسطينيين منذ عام 48 إلى 67 وما بعد من موجات هجرة إلى لبنان، شكلت عبء كبير على مستوى الخدمات ومستوى أداء الخدمات الحكومية، الصحة والتعليم والبنية التحتية والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية للشعب اللبناني. وبالتالي تأزمت الأمور أكثر طبعا مع جائحة كورونا وانقطاع الحركة السياحية، حركة اللبنانيين عن وطنهم الأم، كما ذكرت في البداية بأن لبنان لديه الجناح المغترب الذي يشكل عامل أساسي من حركة الدورة الاقتصادية في الداخل اللبناني، وجاءت الأزمة المالية، أزمة المصارف، السيولة النقدية، بعض العقوبات على بعض المصارف أثرت بشكل كبير على عصب الاقتصاد اللبناني الذي هو القطاع المصرفي، وبالتالي أثر على قيمة الليرة اللبنانية وأدى ذلك إلى تدهور في قيمتها وتأثير على مستوى المعيشة في لبنان. الوضع الاقتصادي في لبنان طبعا وضع صعب حاليا. لبنان كان في تعهدات دولية نأمل أن تعود لتجد طريقها إلى التحقيق، تعهدات دولية بمؤتمرات باريس ومؤتمر سادر والمؤتمرات أو الوعود التي تعهد بها الأخوة العرب لدعم لبنان في مواجهة أزمة اللاجئين ومواجهة الأزمات المالية التي مر بها. يعني نحن نتطلع مع كل الشعب اللبناني إلى أن تجد طريقها، وبالطبع هذا الأمر ممكن تحقيق بعد تشكيل الحكومة اللبنانية في الأيام المقبلة إن شاء الله. جيد، هي الأسئلة هواية سعادة السفير، بس أنا أختصر منها حتى نقدر نحصل أكثر معلومات من حضرتك. البنى التحتية الآن نقدر نقارن
بين البنى التحتية اللي موجودة في العراق أو تحديدا في بغداد، نتحدث عن بغداد، أعتقد أنه حضرتك جولت في بغداد، طلعت إلى أماكن خاصة أو حتى أنه أماكن عامة أو أماكن إلى محافظات ما، بصراحة شنو انطباعك عن البنى التحتية اللي موجودة في العراق؟ يحتاج إلها؟ يعني أعتقد بأنه العراق خلال ثلاث سنوات من مهمتي، ثلاث سنوات وشهر ونيف، يشهد متغيرات كبيرة على مستوى البنية التحتية. يعني من يزور الآن الحدائق العامة في بغداد، من يتجول عبر طرقات بغداد، من يمر حتى في الشوارع الفرعية من المدينة يعبر هذه الجسور وهذه الميادين، أصبحت أكثر حيوية وأكثر حياة. إزالة الصبات الأسمنتية من العاصمة أعطى للعاصمة رونق وجمالية فعلا. تحتاج، نحن بنقول عنها في لبنان، إلى بعض الرتوش أو بعض الفينيشنج في بعض الشوارع، تحتاج إلى إعادة تأهيل وتبليط الشوارع، إلى رفع مستوى الخدمات والمساحات الخضراء في المدينة. ونحن طبعا نشهد على هذه الأمور يوما بعد يوم. طبعا ما يحتاجه العراق هو المزيد من التفاعل والتعاون بين المواطن الذي يستهلك هذه الخدمات وبين الدولة. يعني أنا أحتاج من المنزل إلى ترشيد استهلاكي للمياه، ترشيد استهلاكي للكهرباء، عملية الإدارة الناجحة حتى لمسألة حضوري على رصيف المنزل. يعني حريتي تنتهي عند بدء حرية الآخرين، التجاوزات على الشوارع، كل هذه المسألة تحتاج إلى تعاون بين المجتمع المدني والدولة. الدولة عليها واجب، نعم، يعني نحن لدينا تجربة في هذا الإطار في لبنان، مرت على لبنان الكثير من الحروب والأزمات الأمنية والمشاكل كما العراق، يمكن الاستفادة من تجارب بعضنا البعض في هذا الإطار فعلا. فحقيقة يعني من شهد انفجار مرفأ بيروت وما تركه من أثار وتدمير على الواجهة البحرية فعلا، ومن يزور الآن لبنان ويرى بأن هذه الشوارع أعيد تنظيفها بواسطة ليس فقط الدولة، المجتمع المدني، المواطن، الجمعيات الأهلية كانت حاضرة وكانت رائدة وتجاوزت حتى يعني مثل ما بيقولوا التحرك الحكومي والتحرك الرسمي، وأعادت إلى المدينة شيء من جمالياتها. طبعا المدينة تحتاج إلى إعادة أعمار، وهذا جهد يعني لبنان عليه واجب كبير في هذا الإطار بدعم من المجتمع الدولي، ولكن المواطن كان له دوره الأساسي ويشهد له. طبعا نحن في لبنان عدوان الإسرائيلي في العام 2006 وإعادة أعمار لبنان ب يعني أقل من سنة كانت الشوارع نظيفة وأعيد بناء ما دمرته الحرب. فهذه المسألة يعني يمكن الاستفادة منها ونقلها، وتفاعل المجتمع المدني مع الحكومة العراقية مع السلطات المحلية البلديات وأمانة المدن أعتقد والمحافظين والمقامين في كل منطقة هي مسألة يعول عليها. طيب المواطن ضروري جدا أنه علي أيضا واجبات وعلي أيضا اهتمامات. اليوم المواطن اللبناني إيش قد يدفع كهرباء، إيش قد يدفع مي شهريا، تقريبا خدمات إيش قد يدفع مثل المواطن يعني العراقي أم أكو نسبة؟ نحن في لبنان الآن في ظل وجود طبعا مخيمات للأخوة اللاجئين من السوريين أو العراقيين أو يعني بعض المناطق العشوائيات التي قامت على تقوم على مساحات محازية لهذه المخيمات. يعني حسب إحصاءات الوزارات نحن نسبة الجباية تتراوح بين 70-80%. يعني سمعنا كلام في من مسؤولين عراقيين بأن مستوى الجباية في العراق لا يتجاوز 10%. فهذا يعني جزء من المسؤولية التي تقع على عاتق المواطن، مساهمته تدفع لترشيد الاستهلاك وبالتالي الاستفادة من، يعني نحن في أرض ما شاء الله أكثر من 300 يوم شمس في السنة، وبعض الأحيان يعني الهواء يساعد كثير أيضا بالاستفادة من الطاقة النظيفة، وأراضي يعني مثل ما بيقولوا مفتوحة لحركة الهواء في 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 مختلف المدن والمناطق العراقية. الاستفادة من الطاقة النظيفة جزء، يعني الآن في كثير من الدول نحن لدينا تجربة يعني ولو كانت يعني شوي بعيدة عن العراق، لدينا سفارتنا في عمان تحولت إلى الاستغناء عن خدمات الطاقة الكهربائية الحكومية
نهائيا. نهائيا. يعني استفدنا من نظام ما يسمى باللوحات الطاقة الشمسية وخزانات الطاقة البطاريات. وأصبحنا نعتمد على طاقة مثل ما يقولوا يعني ذاتية من داخل المبنى. وهذا الأمر أعتقد نموذج وقابل للتطبيق في أكثر من موقع وفي أكثر من مكان. يعني أي مواطن الآن بتصور ممكن يتفاعل مع هذه الحالة، والدول الأوروبية بدأت تعتمد هذه الطريقة، أنه تعطيك كهرباء وأنت تنتج الكهرباء في مكانك الخاص، في منزلك، في مؤسستك، في غيرها، ويمكن إعادة توزيعه وتصديره وبيعه لشركة الإنتاج الكهرباء الحكومية. احنا الوقت داركنا، هي مشكلة هواية أسئلة عندنا، يعني نسأل هسه بشكل مختصر عن موضوع الزواج، وعن الشاب ذا يعني أقدم على أنه خطوبة أو زواج. شنو الطقوس اللي تكون دائما في لبنان، أو الطقوس اللي تكون نوعا ما قريبة لطقوس العراقيين؟ يعني العادات والتقاليد المعروفة في مجتمعاتنا المشرقية بالأخص في يعني بين العراق ولبنان متشابهة جدا. يعني طبعا يعني طلب العروس أو التقدم للعروس يحصل عبر إشراك العائلة في عملية يعني الطلب الرسمي أو التعارف أو غيرها. يعني وإن كان مسألة التعارف عبر العائلات تراجعت لحساب طبعا تعارف الشباب عبر اليوم المجتمع المنفتح، نظام نظم التعليم والتقارب بين الشباب. فهذه المسألة فتحت الآفاق ليكون في تعارف خارج إطار العائلة، وبالتالي يعني يبقى التقليد هو أن تزور العائلة الأخرى لطلب يعني يد العروس والمساهمة بشكل تقليدي بروتوكولي. وإنما الأساس في هذه المسألة هو للشاب والفتاة. يعني الإجبار في الزواج خرج من ثقافة أو تقاليد المجتمعات المشرقية، والمجتمع اللبناني واحد منها. طيب أسف على المقاطعة، طبعا راح نكمل بعض الفقرات وخصوصا الأعراف والتقاليد والتقاليد الشعبية اللي موجودة، أكيد راح نتحدث عنها بمكان آخر ونسولف كل التفاصيل اللي تترقبوها. خليكم ويانا. تفضل حبيبي. احنا الان في داخل السفارة اكيد، ونتحدث راح بشكل او باخر عن عدة مواضيع. بما انه احنا في شهر رمضان، شهر رمضان يكون مميز في بلدان، في البلدان العربية اقصد بشكل عام، وفي العراق الى طقوسه والى ايامه والى تفاصيله. في لبنان شلون رمضان؟ شنو الأجواء في رمضان؟ تعرف لبنان يعني بما يتميز به من تعدد مذاهب وأديان وثقافات يعني تختلط ببعضها في هذا البلد الصغير، لكن هناك مشاركة وتشارك بين الجناح المسيحي والمسلم لكل البرامج والأعياد وال يعني المناسبات، سواء منها الوطنية أو الدينية. في رمضان، شهر رمضان هو من ضمن طبعا الأشهر التي يحتفل بها المسلمون، يشاركهم إخوانهم من المسيحيين في لبنان. خصوصية هذا الشهر أن طبعا مظاهر الزينة والفرحة تبدو في مختلف المدن اللبنانية، يعني بيروت، صيدا، طرابلس، المدن الأخرى، تلحظ بأن هناك جو من أجواء التي تدعو للبهجة والفرح والسرور لاستقبال هذا الشهر. المآذن تزين، تضاء، الشوارع أيضا تبدو بحلة جديدة، حتى يعني يندر أن تجد شارع من الشوارع أو زقاق من أزقة المدن ليس فيها مظهر يظهر بأن هذه المدينة أو هذا الموقع يحتفل بالشهر الفضيل. عادة سيادة السفير، عادة تكون انه بعض المناطق تختلف، يعني في بغداد في بعض المناطق انه لها طقوس خاصة نوعا ما عند الزيارة وعند الجموع اللي دا تصير او العزائم اللي جاي يصير. نعم.
وبعض انه التلاقح بين المعلومات، بين الزيارات، بين الالعاب اللي موجوده في رمضان في مناطق بغداد. هذا الامر معكوس او ايضا موجود في لبنان؟ يعني في بعض المناطق مميزه تكون؟ طبعا الاحياء التي لا تزال تحافظ على خصوصيتها وهذا الطعم الشعبي القديم لا زالت تعتمد ثقافات خاصه في هذا الشهر، يعني التزاور القائم بين العائلات، الإفطارات الجماعية، مسألة تبادل الأكلات بين الأسر في هذا الشهر، حتى مظاهر التي تراها عند مداخل بعض يعني بعض الأكل أو الشرب، المأكل والمشرب يختلف في شهر رمضان. يعني تبدأ تجد مثلا بعض المؤسسات بالأخص الإنتاج هذا الغذائي، محلات الحلويات أو محلات إنتاج العصائر تعطيك مشروب خاص بهذا الشهر. فعلا ما يعرف بالجلاب في لبنان، العرقسوس، التمر هندي تجده معبأ مهيأ لاستقبال المشترين، ويأخذه الصائم للإفطار عليه، هو طبعا نوع من المنشطات التي تعطى للصائم. التمر تجده أكثر وأكثر في محلات بيع المنتجات، الخضروات على أنواعها. طبعا من يعني يفطر في لبنان ثقافة ضمن الإفطارات، الإفطار على شيء من الخضار أيضا، إضافة إلى موضوع هام ومميز هي مسألة خصوصية المؤسسات التي تقدم الخدمات للمعوزين، للفقراء، للأيتام. نقطة مهمة نتحدث بها لازم. نعم. فهذه المواقع تشهد المزيد من الزيارات، يعني تجد الأسر تزور هذه المؤسسات، بعض الأحيان تحتضن هذه الأسر اليتيم أو المعوز أو كبير السن من يعني دور العجزة لاستضافته وإعطائه شكل من أشكال الاحتضان الأسري. والمسألة الهامة طبعا يعني مناسبة أيضا للاقتراب أكثر وأكثر من المساجد والمواقع الدينية، يعني تجد هذه المواقع أكثر حيوية وأكثر حياة من صلاة المغرب أو العشاء إلى فترة السحور. وميزة لبنان كما ذكرت أن يعني حتى البرامج الحيوية التي تجدها، طبعا تأثرت بعض الشيء بكورونا، الخيام الرمضانية، السهرات، السهر، الموسيقى، الأرجيلة وما يعرف بالبرامج الرمضانية الخاصة التي اعتادها لبنان عليها، تأثرت بعض الشيء بسبب جائحة كورونا، ولا نأمل يعني أن تكون نهايتها هذا العام. سعادة السفير أستاذ علي، يعني بشكل أو بآخر تحدثنا بكل المواضيع تقريبا وشارفنا اليوم على الانتهاء من هذه الحلقة، لكن نتحدث عن سعادة السفير في بغداد، شنو المناطق أو شنو الأكلات اللي محببة، شنو يوميات كسفير دبلوماسي؟ احنا اليوم نريد نخرج عن الدبلوماسية، نتحدث بشكل اجتماعي مبسط، كيف يقضي يومه الدبلوماسي في بغداد؟ العمل الدبلوماسي هو عمل خاصة بالنسبة لنا احنا كدبلوماسية لبنانية، يشمل كل مناحي العمل الدبلوماسي، يعني من الوظيفة التمثيلية للدبلوماسي الى الوظيفة القنصلية، الى الوظيفة الإدارية المالية، إلى الوظيفة المتعلقة بالدبلوماسية الثقافية الاقتصادية. التواصل الحمد لله قائم يعني مع الجهات الرسمية العراقية، الوزارات المختلفة بدءا من وزارة الخارجية إلى كل وزارة تفتح لنا بابها للتواصل والتعاون. مختلف طبعا التيارات والقوى التي يتكون منها نسيج المجتمع العراقي، التواصل مع الإعلام قائم، النشاطات التي تنظم وما أكثرها في العراق وعاصمته المميزة بغداد. أيضا طبعا اليوميات العادية يعني نحاول قدر الإمكان يعني ضمن طبعا التقييد الذي يفرض في ظروف كورونا زيارة بعض المواقع، حديقة الزوراء في بغداد، يعني من لا يعرفها، شارع الرشيد، شارع أبو نواس، يعني طبعا اللي يحب القراءة يعني شارع المتنبي وما أدراك ما حساسية هذا الشارع وأهميته بالنسبة لنا. زرت شارع المتنبي؟ طبعاً.
طبعا زياره شارع المتنبي وصولا الى نهر دجله، يعني يعطي انطباع لا يمكن احساسه الا لمن يعيش هذه اللحظات الجميله، المرور الاطلاع على هذه الخصوصيه العمرانيه للشارع ووجود المكتبات على جانبه والانتاجات والانتاجات واصدارات الكتب. الاكلات الاكلات سعد السفير، المطاعم العراقيه الاكلات العراقيه شنو اللي تحبه؟ كل الاكل العراقي طيب، ولكن طبعا تتميز بغداد بما يعرف بالسمك المسقوف. يعني هذا السمك جاذب ويدعو الداخل الى العراق لتذوقه، والعراق يعني بهذه الاكلات الشعبيه التي يسخر بها، يعني الباتشي مثلا ما ممكن عراقي ما ياكل الباتشي. بعد طبعا اللقاءات مع العائلات الخاصه يقولوا شو تاكل، طبعا الدولمه العراقيه طبيعي يعني هذه تشتهى وتاكل بلذه، والقيم العراقيه هي انا تاج الاكل العراقي. تحدثت في هذا الجانب بالكواليس. نعم. قلت لي انه السمك المسقوف اوكي، لكن القيمه العراقيه لا لها. نعم. لها طعم ولها خصوصيه، هذه الطعم البهارات الطيبه الموجوده فيها لا توازيها طعم طبق اخر يعني تتذوق في هذه الارض الطيبه. جاتك قيمه هديه شيء؟ يعني تجيك كثير الجيران. كثير في بعض المناسبات اللي تقام في العراق انه تكون بها القيمه. نعم. هي الاكله الاساسيه والرئيسيه. نعم. في بعض الاماكن، والقيمه العراقيه تحديدا انه امتدادها من النجف. نعم. محافظه احدى المحافظات العراقيه، النجف الاشرف هي اللي قامت بخلط هذا النسيج من الحبوب و العدس واللحم. نعم. بالإضافة إلى البهارات وأصبحت القيمة. نعم. فعلا لها قيمة عندك يعني. نعم. نعم. طعم مميز ويبقى في الذاكرة لا يزول بسرعة. نعم. جيد. بالنسبة للتزيين، بعض الأحياء تزين بالفوانيس. نعم. الآن شاهدت في مناطق بغداد أنه زينت بعض الأماكن لحد الآن. أنت ما طالع يعني في رمضان؟ لا، لاحظت وجود طبعا وجود الفوانيس في العديد من المواقع، بالأخص يعني دخولك لأي مطعم أو موقع سياحي أو مول تجد هذه الصورة التي يعني تبرز أهمية هذا الشهر عند العراقي والبغدادي بالأخص. نشاطات الرياضية، ساعة السفير تقوم بنشاطات رياضية أم تحب متابعة الرياضة مثلا الفرق الرياضية في الدور العراقي؟ طبعا يعني نتابع، ولكن عندما يسمح الوقت، يعني لا يوجد الكثير من الوقت انك تتابع ما تحب وما تشتهي. الرياضه تحتاج الى وقت والى تفرغ، ولكن يعني هذه الفرق العراقيه فرق مميزه. طبعا العراق وحضوره في مباريات يعني كان سواء في مع المنتخبات العربيه او منتخب اسيا، المنتخبات الاسيويه مميز الفريق العراقي، يعني تابعناه بشغف، يعني كان هناك دعوة حتى على وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بالدبلوماسيين للتواصل ومتابعة هذا الفوز الذي كان للعراق في بطولات آسيا. النشاط الرياضي الخاص بي طبعا هي رياضة المشي، يعني في معظمها في حديقة السفارة ضمن التغييرات طبعا الأمنية وظروف الآن يعني الإقفال الذي يعني فرضته الجائحة. رياضة التأمل، يعني أنا من ضمن الأشخاص اللي يمارسون هذه الرياضة، إضافة يعني إلى الرياضات البسيطة، السباحة يعني رياضة الحركات السويدية. يعني نحن من هواة أنا شخصيا تسلق الجبال، يعني هذه المسألة تستهويني كثير. وللأسف في أربيل، زيارتك إلى أربيل، زيارتنا لأربيل، دعوة فخامة الرئيس إلى سد دوكان في السليمانية، يعني جمال الطبيعة يعني ينادي لهذه المسألة، ولكن حتى الآن لم تتح لي فرصة الاستفادة من هذه الرياضة التي تعرف في منطقة جبال كورك وفي منطقتي أربيل والسليمانية. احنا سعداء جدا بقضاء هذا الوقت معاكم، وسعداء جدا بهذه المعلومات الشيقة والاجتماعية. تحدثنا بشكل عام عن عادات وطقوس وإلى غيره من أكلات وإلى رياضة إلى غيره من الأمور، وإحنا سعداء جدا بداخل هذه السفارة وأنتم
في بلادكم ان شاء الله. العراق بلاد الجميع. شاكرين شاكرين استاذ احمد. تحياتي تحياتي. نعم مشاهدي. تحيه لفريق العمل المرافق معكم تعبناهم اليوم. لا الجنود المجهولين لا راح نقول اساميهم لانه فعلا فعلا يستحقون كل التقدير. نعم مشاهدينا الاحبه اينما كنتم مع السفير اليوم. هذا البرنامج يسلط الضوء على اهم العادات والتقاليد الموروثه في بلدان العالم. تحدثنا مع السفير السيد علي أديب وتحدثنا بشكل واضح جدا عن الهوايات إلى غيره من الرياضات إلى غيره من الأمور. نتأمل ونتمنى أنه أنالت أعجابكم هذه الحلقة وانتظرونا في حلقة أخرى إن شاء الله مع السفير معي أنا أحمد ركابي. تحياتي وسلامي لكم جميعا.